الشرق غير معزوم على العالم اليوم. يعني بحثي بالفنون الشرقية هو بمستوى واحد مع الفنون العالمية، إذا كانت غربية وإذا كانت شرقية في مناطق ثانية من الشرق غير العربي. يعني كنت أقوم يعني أعرض أعمالي أول مرة مرة واحدة وما أعرضها مرة ثانية، يعني المعرض عندي دوم مرة واحدة ولي أيام، وهذا يدفعني إلى إنتاج آخر وآخر وآخر.